صباح النور عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. انا مش قادره اقول لكم انا فرحانه قد ايه وصاحيه كده، كل نشاط وتفاؤل بقى وفرحه. النهارده اول يوم مدرسه لزوزو، الساعه دلوقتي 8، هي اول يوم هتدخل الساعه 8:30، فانا حبيت كده ان انا اصحى قبلها بشويه علشان بس اجهز لها اللانش بوكس. انا طبعا كويه لها هدوم المدرسه، اليونيفورم بتاعها من امبارح، ومجهزه لها الشنطه بتاعتها ومجهزه لها حاجات اللي هتاخدها معاها. هنا كنت بوريكم الساعه كانت 8:50 بالظبط. حبيت كده ان انا اشوف الشمس كده واصور لكم منظر الشمس والصحيان بدري حلوه قد ايه. انا طبعا في الطبيعي ما بصحاش بدري، يعني ما بصحاش بقى الساعه 8 والجو ده، انا بصحى عادي بعد الظهر علشان بنام متأخر بالليل. بس الصحيان بدري الصراحة ليه إحساس تاني كده، بحب قوي جو الشمس لما بتبقى ضاربة في الشقة كلها. وشغلت كده قرآن زي ما انتوا شايفين على قناة المجد، علشان بحب أول لما أصحى من النوم إن أنا أشغل قناة المجد، يعني بشغل قرآن عامة يعني في البيت. وهنا بقى إيه، قلت اما ادخل اجهز لها اللانش بوكس بتاعها علشان ابتدي ان انا اصحيها. اللبس عامه وتسريح شعرها مش هياخد معايا يعني اكتر من ربع ساعه، يعني اللبس بياخد 5 دقايق بس، تسريح شعرها عشان هي ما شاء الله شعرها طويل فبيتعبني شويه، بيغيب شويه في التسريح. هنا انا كنت جايبه لها 2 لانش بوكس، ده لانش بوكس بس كبير شويه عباره عن جزئين كده، والتاني ده صغنون كده حلو ياخد السندوتشات وكل حاجه، بس ما حبيتش ان انا ادولها اول يوم علشان هديها بس كذا حاجه. ودي ازازه الميه بتاعه اللانش بوكس اللافندر ده الموف ده، انا كنت جايبه لها علشان لون اليونيفورم بتاعها لونه موف، يعني لونه لافندر كده موف فاتح. فانا هحط لها اللانش بوكس الكبير ده علشان هحط لها فاكهه مع السندوتشات، فايه هو متقسم كده على جزئين. كنت بفكر كده يعني كمان كام يوم او كمان يعني اسبوع كده ان انا اشوف لها برضو لانش بوكس تاني يكون متقسم تقسيمات اكتر من كده، يعني في بيبقى مربعات مربعات كده، لقيته شكله افضل يعني واحلى. انا ده بس اللي جبته في اواخر الوقت يعني علشان انا اتاخرت شويه قبل ما جبت الحاجه. هحط لها زي ما انتوا شفتوا كده، قطعت لها جوافه وقطعت لها بلح احمر عشان هي بتحبه، وعملت لها سندوتشات لانشون حلواني هي برضو بتحبه، وجبنه بيضه. ده كان حاجات اول يوم. وهجيب لها عصير هحطه لها في الشنطه واحنا ماشيين يعني، وهجيب لها حاجات حلوه يعني، ممكن هجيب لها كيكه او بسكوتات تكون هي بتحبها. هنا انا كنت خلاص عبيت لها الميه كمان، ميه ساقعه شويه عشان هي بتحب الميه الساقعه. وهنا اروح بقى نحط اللانش بوكس في الشنطه بتاعتها وازازه الميه علشان اصحيها. دي الشنطه بتاعتها، كنت وريتها لكم في فيديو مشتريات حاجات المدرسه يعني عامه. خامتها جميله جدا حلوه ما شاء الله، ولونها هي اللي اختارته، اختارت الشنطه اللي عليها البرنسس الصوفيه دي الكرتون اللي هي بتحبه. حطت لها كمان مناديل علشان لو احتاجت تمسح ايديها او بقها بعد الاكل، وحطت لها اللانش بوكس. انا مش هحط لها حاجات، مش هتاخد حاجات كتير قوي يعني معاها في الشنطه اول يوم. طبعا هم طالبين السبلايز دي او الطلبات دي، الصراحه ما طلبوش حاجات كتير جدا ولا حاجه، يعني على كميه الفيديوهات اللي كنت بشوفها على تيك توك وعلى اليوتيوب اللي هي بقى طلبات المدارس والافوره بتاعت المدارس والجو ده، لا الحمد لله المدرسه ما طلبتش الحاجات دي. كل اللي طلبته حاجات كده بسيطه، يعني ممكن يمكن 5 6 حاجات مش اكتر. اول حاجه طلبتها فرخ ورق فوم اللي هو الفوم الجليتر ده، علشان بيعملوا لهم اعمال كده يدويه، بيعملوا لهم العاب تاج ونجمه ومش عارف ايه وحاجات كده، يعني اعمال يدويه بيعملوها معاهم. طلبوا منها برضو فرخ ورق كانسون، زي ورق كرتون كده مقوى برضو بيقصقصوا ويلزقوا فيه، وطلبوا صوابع شمع، المسدس الشمع يعني علشان يلزقوا الاعمال اللي هم بيعملوها، وطلبوا فايل بكبسوله هوريكم برضو صوره الطلبات اللي هم يعني اللي جبناها لهم. وطلبوا كراسة صماء بجلاد احمر، هي دي الطلبات اللي انا جبتها، حاجات بسيطة جدا يعني، هم 5 حاجات. والسادس حاجة طلبوها برضو الكتب، بس انا بدور عليها اليومين دول مش لاقياها الصراحة. هم قالوا عادي لو نقدر نجيبها من برا المدرسة، علشان المدرسة المدرسة يعني اللي قالت لنا كده، علشان المدرسة منزلهم بأسعار خرافية يعني. انا مش عارفة ليه كتب كي جي وان تبقى بالأسعار دي الصراحة. هنا بقى كنا نزلنا وركبنا العربية ورايحين يعني رايحين على المدرسة
انا وباباها وهي، سبت اخواتها مع جدتهم علشان يعني ايه ابقى فاضيالها وعارفه ان انا اصورها واخد راحتي معاها في المدرسه، وكمان مش عارفين هنقعد معاها قد ايه، ممكن هنقعد معاها يعني ساعه او ساعتين او اكتر. يعني هو اول يوم بيستقبلوا اولياء الامور مع الطلبه، فايه ما حبيتش ان انا ابقى يعني ايه مش فاضيالها واخد اخواتها معاها، مع اني كان نفسي اخدهم عشان يشوفوها هناك ويفرحوا بيها، بالذات بالذات كوكي يعني اختها زين لسه نونو طبعا بيبي، انتوا عارفين ان انا لسه والده ما كملتش يعني شهرين ونص، فسبتهم مع جدتهم علشان اعرف ان انا افضل زوزو. ورحنا هناك بقى، ابتدينا اول لما دخلنا كانوا عاملين لهم حفلة استقبال جميلة جدا، معلقين لهم بقى بالونات وزينة في الفصل، ومعلقين لهم حاجات حلوة جدا علشان يفرحوهم ويحببوهم في المدرسة. المدرسة حلوة جدا. انا الصراحة اول لما جت لها المدرسة دي في التنسيق ما كنتش متشجعة ليها، علشان كان نفسي ان انا ادخلها مدرسة تانية. المدرسة التانية كانت تجريبي برضو لغات ما زيها، بس كانت كيجي وابتدائي واعدادي وثانوي، فانا كنت حابة قوي النظام ده ان هي تفضل في المدرسة وتفضل مع اصحابها لحد ثانوي، من كيجي لحد ثانوي. بحب قوي الجو ده، انا مش اللي هي تتنقل من مدرسة لمدرسة، من كيجي يعني من ابتدائي لاعدادي لثانوي، كل مدرسة كل مرحلة مدرسة. فكان نفسي قوي ان هي تدخل مدرسة، بس الحمد لله يعني ما فيش نصيب، التنسيق جالها على المدرسة دي، هي كيجي وابتدائي بس. حسيتها لما دخلتها اتشجعت لها وحسيت ان هي كويسة. دي المدرسة بقى من فوق كنا وصلنا، هي الكلاس بتاع زوزو في الدور التاني، فكنت بصور لكم مدرسة كبيرة جدا ما شاء الله، فيها كذا مبنى، وفيها من تحت كده جزء عاملينه بسور كده حديد علشان حاطين فيه مراجيح بقى والعاب للاطفال عشان يحببوهم. هنا دي بقى حبه صور كده الميس كانت منزلاهم على الجروب بتاع الحضانه، الاطفال بقى وهما في الطابور هما طالعين فوق، ودي بقى اللي عملوا لهم فوتو سيشن كده جميله، وعامل لهم براويز كده مكتوب عليها ماي فيرست داي يعني في سكول او في الحضانه عامه، وصوروهم كمان باعلام مصر، وعملوا لهم العقاد دي زي عقد كده قلب، في عباره عن علم مصر برضو بورق الفوم والاعمال. وهنا كان برضو وقت كده كانوا بيلونوا، الصور دي كلها كانت نازله على الجروب بتاع المدرسه، فانا خدتهم لكم كده. طبعا النظام الكيجي هناك متقسم، مش بقى فصل اولى وفصل تانية، لا كل فصل اسمه قاعة، قاعة سمارت، قاعة فاني، قاعة وورد، يعني كل مجموعة اطفال كده بيبقوا في قاعة ليها اسم، وطبعا الاي دي اللي متعلق على رقبتهم ده مكتوب فيه اسم القاعة علشان الاطفال ما تتلخبطش وتدخل قاعات تانية، ومكتوب فيه اسم الطفل، وكمان رقم تليفون ولي الامر، رقم تليفون الام كمان بالذات، كل بيانات الطفل مكتوبة على الاي دي ده، عشان لو الطفل دخل واتلخبط ودخل فصل تاني او مشى في طابور تاني الميس بتقدر ان هي تميزه، وكمان بتميزه من لون الاي دي، يعني الكارنيه اللي جوه الاي دي ده كل فصل الكارنيه لونه بيختلف. هنا كنت بوريكو ان بنتي في سمارت كيدز، في قاعة سمارت كيدز يعني، ودي الكتب بتاعت الحضانة، ده كان سادس طلب طلبته مننا برضو المدرسة، اللي هي الكتب 6 كتب بتوع كي جي وان، اللي هو كونكت وكونكت بلس، وكتاب اسمه القيم والاحترام واحترام الاخر، وكتاب اللغة العربية، وكتاب الديسكفر. هنا هم 6 كتب. برضو الكتب دي انا بدور عليها مش لاقيها الصراحة، مش متوفرة او خلصت من المكاتب، كل ما بروح مكتبة كبيرة مش موجودة، بيقولوا لي مش موجودة، بيقولوا لي اتسحبت خلاص. هي المدرسة كانت منزلاهم ب 400 جنيه، سعرهم يعني غالي جدا طبعا عن مكاتب بره. بره بتتباع هي نفس الكتب، نفس النسخة اللي هي نسخة 24 سنة 24 يعني، بتتباع أرخص من كده بكتير، بتتباع ب 200 جنيه، وبمتين في مكاتب بتباع ب 250، في مكاتب بتباعها ب 200، بس أنا ولا لاقيها ب 200 ولا لاقيها ب 250، ومش عارفة الصراحة هعمل ايه. ممكن بقى أشوف لها كتب خارجية أو أي كتب بديلة، بس لسه عايزة أسأل الميز بتاعتها في الموضوع ده لحد لما الاقيها يعني مؤقتا. هم بيشتغلوا دلوقتي العاب يعني وتلوين وصلصال، وبيروحوا المكتبة بيفرجوهم على قصص كرتون مفيدة وحاجات زي كده.
وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، حبيت ان انا اشارك معاكم فرحتي بزوزو في اول يوم ليها في كيجي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو لسه ما اشتركتيش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، واسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.